مين فيكم بقى اللي هيوصلني النهارده؟ انت مش مروحه؟ ايوه خلاص فتحي وصلت اهو قريب منك. انا مش عربيه النهارده، ابويا واخدها مني. انت حقيقي يا وايد عزيزتي وزيتكم مش كنتوا في القرافه؟ ومالك يا اختي بتقوليها كده ليه وانت متشنجه قوي؟ احنا مش عزلنا، احنا انفردنا. هو بتخافيش وانت نايمه في القرافه؟ بخاف من ايه بقى؟ من ميتين. لا يصحوا؟ لا مش عارفه. امال قصدك ايه بس؟ قوليلي بقى مين هيوصلكوا فينا النهارده؟ انا وامري الاعلام. طب يلا يا حبيبي.